الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، عباد الله، قال الله سبحانه وبحمده: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. والمحقرات معاشر الكرام هي الذنوب التي يتوهم أنها صغائر، وهي من الكبائر، أو ما يفعل من الصغائر بلا مبالاة ولا توبة فتكون وسيلة إلى الكبائر. كلما استصغر الذنب في عين العبد عظمت الجرأة عليه والإكثار منه والإصرار عليه والمجاهرة به، وعظم عند الله عز وجل. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فحذاري ثم حذاري ثم حذاري من هدم عظمة الله في القلوب بمعول محقرات الذنوب. ومن هذه المحقرات التهاون بالكلمة، فرب كلمة تعرض صاحبها لسخط الله وهو لا يلقي لها بالا. فمن صحيح السنة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها بدافع الغيرة: حسبك من صفية كذا وكذا، قال عليه الصلاة والسلام محذرا: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كم شقي قام 70 خريفا يتردى في مهاوي الحطمة أوردته كلمة. فلا تطلقنها واجعل الشرع قيدها، وصير إذا قيدتها سجنها الفم. ومن هذه المحقرات التي ألفها وتساهل فيها كثير من الرجال إسبال الثياب وما في حكمها من سروال وبنطال وغيرها إلى ما أسفل من الكعبين، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل إزاره. في الإسبال للرجال محاذير عدة معاشر الكرام، منها التشبه بالنساء في إرخاء الذيول، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبه بالنساء. وفي تعمد الإسبال كبر أو وسيلة إلى الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفيه تعريض الملبوس للقدر والنجس، ولذا قال عمر رضي الله عنه لمرخي إزاره: ارفع إزارك فهو أنقى لثوبك وأتقى لربك. وفيه عصيان لله ولرسوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا تحتقر شيئا من المآثم، فإنما الأعمال بالخواتم. ومن هذه المحقرات التي تهاون الناس فيها وألفوها واستسهلوها حلق اللحى، وفي ذلك من المحاذير الكثير، ففيها تغيير لخلق الله لم يأذن الله به، وطاعة للشيطان الذي أقسم لعنه الله: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وتشبه بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبه بالنساء. وتشبه بالكفار، ومجاهرة بالمعصية وإصرار، وكل معافى إلا المجاهر. ومخالفة لسنة الأنبياء، وقد قال الله سبحانه: فبهداه مقتده، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان كث اللحية. وفيها مخالفة للفطرة التي فطر الناس عليها، وعصيان لله ولرسوله، فقد ورد في الأمر بإعفائها أحاديث كثيرة، منها: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، أرجوا، أوفوا. وقال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عبد الله، احتقار الذنب أمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يكون كبيرا. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فازجر هواك عن البطالة ولتكن صعب القياد وشمرا تشميرا. لا تغفل عما غفل عنه المجرمون في الدنيا من نحو قول الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. فأذهلهم خطره يوم القيامة، فضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فحذار الندم حين لا ينفع الندم، بادر بإقلاع سريع واعزم عزما بألا عود نحو المأثم، محترسا من سائر المعاصي مراقبا لمالك النواصي. ودر مع النصوص حيث دارت، واجمع كمال الحب والتذلل، وانقد لأمر الله في توكل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واتقوا الله الذي إليه تحشرون.